نور عامله ايه؟ ما تلبت لها الحمد لله بس ما تصعبوش. لا هو اصلا الهدف ان احنا نصعبها، احنا عايزين سؤال اصلا عشان كامله ابو ذكري. بس تطلع فشلي؟ لا والله خالص. بس اقول لك حاجه دلوقتي، عندنا سؤالين بما ان لبلبه وكامله ابو ذكري كانوا في اول يوم الافتتاح، هسالك عنهم اصعب سؤالين، المفروض هم اللي هيجاوبوا عليهم اصلا، محدش عارف يجاوب. يعني انا مش عارف كده كده. هنشوف هنشوف، يمكن بندور على حد يمكن يلاقيه. لبلبه طلعت محجبه في فيلم ايه؟ فيلم عادل امام. ايوه اسمه ايه بقى؟ ايه؟ جامده. بسم الله. كان الهلال مع الصليب وبتاع. ايوه هو عمر الشريف وشريف. حسن ومرقص. طب ما انت جامده اهو. جامده. شوف السؤال التاني بسرعه. عن كامله ابو ذكري. كامله ابو ذكري طلعت في فيلم ايه اصلا؟ ظهرت في فيلم واحد. مستحيل. مفيش اي حاجه. بس لو غششتني ما احنا لا احنا هنستنى لغايه كامله ابو ذكري ما تجاوب على السؤال ده اصلا. هنشوف بقى هنحاول نوصل لها. انا هدور عليها اصلا السؤال ده. اوكي. شكرا يا نور جدا.